السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم سامي السويدي. البرودكاست دور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة. أول شيء خلونا نشوف جدول بطولة. اليوم الوصل بيواجه العين، الجزيرة الوحدة، وباكر بتستكمل المباريات اتحاد كلب بنياس والشارجة شباب الأهلي. توقعاتي على السريع تأهل العين، الوحدة، بنياس، الشارجة. فإذا العين تأهل لدور نصف النهائي راح نواجه الشارجة في دور نصف النهائي. تغريدات تويتر، توقعاتكم مباراة الوصل العين بطولة كأس رئيس الدولة دور الثمانية السبت الساعة 5:05 ملعب زعبيل. توقعاتكم 80% تأهل العين و 20% تأهل الوصل. تغريدة من نادي العين، سيرجي يتحدث عن تحضيرات الفريق مباراة الوصل. نعتمد استراتيجية الالتزام والجدية في الإعداد لكل مباراة. على حدة لا توجد غيابات في قائمة الزعيم، وأتوقع عودة عدد من اللاعبين لتشكيلة الفريق. تصريح من دانيلو أربوليدا، أجواء الفريق إيجابية والجميع في أتم الجاهزية، عازمون على التأهل إلى نصف النهائي مع احترام لطموحات الوسط، واثقون في المساندة القوية من الجماهير العيناوية الوفية للزعيم في زعبيل. عن الغيابات، تغريدة من إحصائيات عيناوية، غيابات العين ضد الوصل: كوامي تأهيل، محمد عباس عدم جاهزية، خالد البلوشي إصابة، والحمد لله نجحت العملية والله يقوم بالسلامة، رحيم مع المنتخب، سلطان الشامسي تأهيل. خلونا نشوف التشكيل المتوقع للمباراة. التشكيلة كالتالي: في حارس مرمى خالد عيسى، في الدفاع بندر الحبابي، دانيلو، رافائيل، إيريك في الارتكاز، يحيى نادر، برمان في الوسط، سانتوس، جوانكا، كايو في الهجوم، لاباكوجو. الخيارات اللي عند المدرب: محمد عباس، كوامي، سلطان الشامسي، الشكيلي، وسعيد جمعة. جمال معروف، ما أدري ليش المدرب مو مقتنع بمستوى اللاعب. ممكن اللاعب ما كان جاهز في الفترة اللي طافت. المباراة بتكون صعبة، الوصل رابع مرة راح نواجههم في هالموسم. مباراة الدوري الحمد لله فزنا بنتيجة 2-0، ولعبنا مباريتين لبطولة كأس الرابطة، كانت المباريتين مهرجان أهداف، والله يستر. المباراة بتكون صعبة على الفريقين، واللي بيفوز أتوقع بيستغل من أخطاء الفريق الثاني. وإن شاء الله بنزل فلوج للمباراة، برودكاست بعد مباراة الوصل والعين، وإن شاء الله في فيديوهات جاية. إن شاء الله أشوفكم على خير، في أمان الله.